الحيطان، فنحن نعقد هذه الندوه الصحفيه باش نبينوا للصحافه الوطنيه سبب هذا الاضراب وسبب هذه الاشكال والوقفات الاحتجاجيه. هذه الندوه الصحفيه هي تعبر فيها واحد الائتلاف ديال الاطباء، منهم الاطباء الخاصين والعامي الخاصين الاختصاصيين والطب العام، اللي خاضوا مجموعه من الوقفات والاحتجاجات للتنديد بهذا القانون الماليه اللي تم المصادقه عليه، واللي على اثره غادي تكون مجموعه من مضايقات للاطباء اللي في القطاع الخاص في ميدان اداء الضرائب ديالهم وفي طريقه يعني المحاسبه ديالهم ضريبيا. باش نفسروا باش نفهموا مزيان الامر، هو انه زعما باختصار هو انه واحد الطبيب اللي هو جاي باش يتانستالا في البريفي باش يحل واحد العياده طبيه، يعني ناس وليدات الشعب اللي خاصهم يقراو واللي قراو مزيان واللي حصلوا على واحد المعدل جيد وداروا الطب، من هنا للقدام حنا خايفين على مستقبلهم لانهم ما غاديش يقدروا يتانستالوا في البريفي على ود هاد القوانين اللي جايه. حنا ممكن واحد الجيل اللي درنا بلاصتنا واللي قدرنا يعني نخرجوا راسنا، ولكن خوفنا كله خوفنا على الميدان الطبي وعلى هاد الاجيال الجايه، لان الى تبعنا هاد القوانين اللي كتصدر حاليا ما غاديش نكونوا قادرين على ان نديروا يعني العيادات الطبيه ديالنا، نظرا لانه خرج قانون كيحتم علينا اننا نعطيو واحد التسبيق ضريبي في كل المعاملات ديالنا. يعني اي طبيب دار واحد الخدمه الطبيه، طبيب اخصائي مشى دار واحد العمليه يعني وتخلص، غادي خصو يخلص الضريبه ديالو بالتسبيق. من قبل كان في الاخير ديال السنه كنتحاسبوا مع مصلحه الضرائب وكنخلصوا الضرائب ديالنا، دابا تبدل هذا القانون وتغير ودخلوا فيه واحد مجموعه من التغييرات اللي من شانها انها تخلق مشكل كبير بالنسبه للطبيب. اول حاجه هذا الشيء ديال الاقتطاع من المنبع كما كتروج ليه الدوله، احنا اول حاجه بغينا نسولوا الدوله على المنبع، بعد المنبع واش حنا غادي يبقى عندنا المنبع من هنا لقدام ولا لا، ولا غيبقى عندنا غير اقتطاع والمنبع غيمشي لبلاصه اخرى. اول حاجه هذه اللي بغينا نعرفوها، لانه اليوم كما كتعرفوا مجموعه من القوانين هاد المسائل ديال 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 سميتو ديال التغطيه الصحيه مزيان الحمد لله حنا كنا طالبنا بها لمده سنين والحمد لله دابا هي تعطات للمغاربه، ولكن المريض المغربي راه خاص يداويه الطبيب المغربي، ويكون عندنا حتى حنايا واحد يعني واحد الشغل سميتو يضمنوا لنا واحد الشغل اننا غنشتغلوا في هذا الشيء، ماشي الاقتطاعات وحكا غنجيبوا الاطباء الاجانب باش سميتو الكفاءات الاجنبيه باش يعالجوا وباش هكا. وحنايا المشكل ديالنا هو اولا المنبع فينا هو، فهمتي المنبع اللي الدوله كدوي عليه باغا تقتطع منه، ضمن لنا بعد المنبع وضمن لنا الشغل ديالنا. والاقتطاع من المنبع راه كاينين اطباء راه خص تعرفوا العياده الطبيه راه الثمن بزعما التسيير ديالها ما بين كرا وما بين مثلا الكاتبه اللي عندك وما بين الكونسوماب اللي عندك وما بين المجموعه ديال راه تقريبا اقل عياده راه عندها واحد 30000 درهم، يعني طبيب الى دخل 40000 درهم راه يلاه رابح 10000 درهم في هذيك 40000 درهم، وغتجي الدوله وغتحيد ليه 4000 درهم يعني 10% من 40000 درهم من لو شيفر اللي دار اللي هي 4000 درهم، وغادي تحيدها لي، يعني الطبيب خصو يدخل 40000 درهم باش يربح 6000 درهم. هذا الشيء راه ماشي معقول، ولا حتى الاخر ردوا ليكم، ردوا ليكم حنا باش نعيشوا دابا باش نخلصوا هاد الناس اللي معانا، شنو غادي نديروا؟ هذا الشيء زعما واحد مشكله، مقاربه زعما التشاركيه ما كايناش، الناس حتى التواصل ما كاينش، كيمشيو كيجيبوا قوانين وكيطبقوا علينا وصافي وسكت، ما فهمناش، يعني لا كانت شي حاجه يقولوا لنا يشرحوا لنا بعدا شنو واقع، يشرحوا لنا هاد الناس شنو واقع، ومن بعد مرحبا حنا مستعدين لاي حاجه، حنا باغيين نخدموا البلاد ديالنا. نتمنى من الحكومه انها تاخذ هذا الشيء بعين الاعتبار، تاخذ بعين الاعتبار اننا هنا لنتقدم للبلاد. ظل ان العديد من الاطباء الجدد اللي ما غيقدوش انهم يستثمروا في اطار هذه الظروف هذه. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.